بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن صورة نادرة للقمر والزهرة. هذه الصورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية، ونرى فيها القمر في مرحلة الهلال، وبجانبه كوكب الزهرة يلمع، لا يحدث إلا بشكل نادر جدا. مع أننا نرى القمر والزهرة قريبين من بعضهما، إلا أنهما في الحقيقة بعيدان جدا ملايين الكيلومترات، ولا نملك إلا أن نسبح الله العظيم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران آية 191، إن مثل هذه الصور تشهد على إعجاز القرآن وسبقه العلمي، وتثبت أن الله خالق كل شيء سبحانه، والله أعلم.